عن كل يوم اثنين في انها فقرة تتعلق بالاقتصاد، سوق عمال المالي، سوق المال والأعمال. حبيبنا وأخونا سيد مهند الرقاد كبير المحللين الماليين بشركة CFI الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية. سيد مهند صباح الخير، تحياتنا. سيد صباحك سيد ياسر، أهلا وسهلا بحضرتك. والله أنا بيني وبينك قلبي بتقطع لأنه صار لي 4-5 أسابيع ما عم بشوفك بالاستوديو، باخذك عبر الهاتف. صدقني بفكر بنفس الموضوع، يعني فعلا العاد القلوب عند بعضها يا سيدي. أكيد أكيد دائما عند بعضها والله. طيب بماذا تشفي قلوبنا يا سيدي؟ بشيء يعني فيما يتعلق بسوقنا المالي، الحركة التجارية و يعني منحنى الاقتصاد عندنا. تفضل يا سيدي. طيب شو رأيك نعطي عنوان رئيسي لأسواقنا المحلية والأسواق العالمية بشكل عام كبداية؟ نعم. التراجع يسيطر على أسواق المال المحلية والعربية والعالمية في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل مخاوف اقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا. الموت بين الجماعة رحمة يا سيدي. بالضبط. يعني هنا يعني هذا اللي بيهون شوي، انه الاردن ليس بمعزل عن العالم. هو يتاثر يعني بالتداعيات فيروس كورونا سواء صحيا او اقتصاديا. ويعني هذا الشيء بخلينا نتقبل نوعا ما الوضع الحالي للسوق الذي اغلق على تراجع الاسبوع الماضي بنسبه قريبه من 1%. المؤشر كمعلومه جديده يتداول او سجل ادنى اغلاق اسبوعي فيما يزيد عن 10 سنوات. هو يعتبر الإغلاق الأسبوعي الماضي يعتبر الأدنى والأقل بما يزيد عن 10 سنوات. طبعا نقترب من مستويات دعم رئيسية عند 1545 والتي تظهر على الشاشة زي ما احنا شايفين قدامنا، وهي الدعم اللي سجلناه قبل حوالي 3 شهور. العنوان الأبرز في بورصة عمان انه حجم التداول يتراجع عند أقل مستوى له في 3 شهور، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي بما يعادل 17.2 مليون دينار أردني. فبالتالي عم نشوف تراجع في معظم قيم وأرقام التداول لبورصة عمان، وهذا يعني يأتي انسجاما للحالة الصحية والحالة الاقتصادية اللي بتمر فيها البلاد. نعم. كيف انعكس ذلك على أداء القطاعات سيدي وحجم التداول؟ طبعا التراجع لجميع قطاعات السوق الرئيسية، القطاع المالي كان الأكثر تراجعا بنسبة 87%، تلاها قطاع الخدمات بنسبة 0.8%، وأخيرا القطاع الصناعي سجل تراجع طفيف أقل من 0.1%. وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب ما زال القطاع المالي هو الذي يتصدر أحجام التداول قطاعيا، وبنسبة بلغت 51.2% مقارنة بالقطاع الصناعي عند 26.1% وقطاع الخدمات عند 22.8%. طيب بالنسبة للشركات التي حققت ارتفاع رغم هذه الظروف الصعبة، ويعني مقارنة بالشركات التي انخفضت، بالتأكيد الأرقام بدأت يعني زي ما احنا عم نستعرض الشارتات اللي قدامنا، دائما الأرقام تؤكد الوضع الهبوطي لمؤشر بورصة عمان. احنا بنشوف تراجع ل 51 شركة تراجعت أسعار أسهمها مقابل ارتفاع أسعار أسهم فقط 42 شركة. الشركات المتراجعة سيطرت على ما نسبته 68.4% من إجمالي حجم التداول اللي هو أصلا ضعيف زي ما حكينا قبل شوي، لما تجاوز 17.2 مليون دينار. يعني والله الانعكاسات هذه واضحة جلية على كل سلايد عم نأخذه يا أستاذ مهند. فبالتالي الأرقام هي يعني أفضل مؤشر لقراءة الحالة الاقتصادية وإعطاء صورة واضحة جدا عما يدور اقتصاديا سواء داخل بورصة عمان أو خارج بورصة عمان. طيب فيما يتعلق بالشركات الخمس الأكثر تراجعا ارتفاعا وأكثر تداولا، أبرز ما يميز هذا الشارت اللي هو نشاط السوق أنه الشركات الخمسة الأكثر تداولا جميعها أغلقت على تراجع. يعني منشوف تطوير الأراضي، الاتحاد، الكهرباء الأردنية، الاتحاد السجائر، البنك العربي، هذول كانوا الأكثر تداولا وجميعهم أغلقوا على تراجع. بالمقابل الشركات الخمسة الأكثر ارتفاعا
يخلو تماما من أي شركة من الشركات القيادية. فهذه تعتبر أبرز العناوين أو أبرز الملاحظات على الشارت الموجود قدامنا والمتعلق بنشاط السوق. طيب نتحدث يا سيدي فيما يتعلق بأداء الأسواق العربية في ظل أنت بتقول هبوط عام دولي إقليمي، يعني حدثنا عن هذا الوضع إذا أمرت. بالتأكيد المخاوف سيدي محمد زي ما حكينا في البداية، المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وخاصة أنه إحنا عم ندخل على فصل الشتاء والمخاوف عم بتزيد أنه يكون في إغلاقات وإعادة يعني تباطؤ التعافي الاقتصادي، هاي كلها عوامل بتأثر على حركة الأسواق وخاصة مع تراجع أسعار النفط حاليا. وشفنا اجتماعات مكثفة حصلت الأسبوع الماضي ما بين أوبك وحلفائها لمحاولة ضبط الأسعار والسيطرة على الكميات الموجودة في السوق. فلذلك عم نشوف تراجع جماعي لأسواق المال العربية والعالمية، وزي ما حكيت حضرتك يعني الأردن من ضمن الدول اللي تراجعت السوق المالي تبعها، ويعني ممكن نعتبرها بمنتصف الجدول تقريبا مقارنة مع باقي الأسواق العربية، فيما سوق أبو ظبي الوحيد الذي أغلق على ارتفاع طفيف ويعتبر استقرار. باقي ما تبقى زي ما احنا شايفين جميع الأسواق أغلقت على تراجع. العملات وأسواق الأسهم والسلع والمعادن يا سيدي. طبعا عم نشوف بنفس الطريقة مؤشرات أسواق الأسهم العالمية باستثناء مؤشر نيكاي الياباني جميعها أغلقت على تراجعات تفاوتت في نسبتها من سوق إلى آخر. طبعا في عنا مجموعة من العوامل التي تؤثر على الأسواق حاليا، أبرزها كورونا، أيضا خطة التحفيز المالية الأمريكية لغاية الآن لم يتم الاتفاق على تفاصيلها، أيضا لا ننسى الملف بريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لغاية الآن لم يتم توقيع أي اتفاق تجاري ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. فهي لا ننسى أيضا قرب موعد الانتخابات الأمريكية والتي سوف تعقد الأسبوع القادم، واحتدام المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن. جميعها هاي عوامل أستاذ أحمد عم بتأثر وعم بتشكل قلق لدى المتداول، وعم بتأثر بشكل واضح على تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. ولكن من أبرز العناوين أنه عم نشوف الذهب الأسبوع الماضي استعاد المستويات اللي هي 1900 دولار للأونصة، ولكن ما زال يتحرك أفقيا منذ ما يزيد عن الشهرين بدون أي إنجازات حقيقية. خام برنت ما زال مستقر منذ حوالي شهرين ضمن نطاق سعري يبلغ مدى 4 دولار للبرميل صعودا وهبوطا. هاي تعتبر يعني أبرز الأحداث المتعلقة في الأسواق العالمية. والدولار متراجع حسب ما قلت لك أنه أسباب، يعني كلها للأسباب اللي ذكرتها. الدولار سجل أكبر تراجع أسبوعي له في حوالي 3 شهور. عم نشوف تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. طبعا هذا التراجع سببه كان في بعض الأمال أنه ممكن نشوف اتفاق على خطة التحفيز. هذا الحكي سمعناه من رئيسة مجلس النواب ومدير أو إدارة ترامب على اختبار ممكن يكون في اتفاق، ولكن لغاية الآن هذا الاتفاق لم يتم وما زالت الخلافات مستمرة حول ذلك أو حول تلك خطة التحفيز. طيب أستاذ مهند، بدي أسألك سؤال خارج عن يعني خلينا نقول المعلومات الخاصة بالسوق المالي، ولكن يعني هي مشمولة من ضمن السوق العقاري. ما مدى يعني اطلاعك على أوضاع السوق العقاري، وخصوصا أنه بعض البلدان عم تشهد، بلدان خلينا نقول على مستوى ضيق، ارتفاعات ضخمة في أسعار العقارات، وبلدان بالأغلب انهيارات في الأسعار وما يتعلق بالعقار. وضعنا بالأردن حسب اطلاعك ومما تسمع. يعني خلينا نتكلم بالمجمل إذا سمحت لي أستاذ أحمد، وليس تحديدا الضرر الاقتصادي. لما نقول الضرر الاقتصادي هو يشمل جميع القطاعات. ما بنقدر إحنا نستثني قطاع ونمدح قطاع آخر. بالتأكيد الضرر هو يشمل قطاع الخدمات المالية، قطاع خدمات العقار، قطاع التعليم، قطاع الصحة. الضرر الاقتصادي هو ضرر عام،
وليس محدد على او على فئه معينه من القطاعات. انا سالت حضرتك لانه في كثير من الناس بيجي بيقول لي انه العقار يعني بادنى مستويات دونا عن القطاعات الاقتصاديه الاخرى، صحيح هذا الكلام؟ تحديد انه هو الاكثر ضررا، لا ما بقدر انا اجزم في هذا الموضوع، ولكن اكيد الضرر هو حاصل، لانه القطاع العقاري هو واحد من القطاعات الاقتصاديه المهمه جدا، والتي من الطبيعي ان تتاثر بالتراجع وبالاضرار التي نتجت عن فيروس كورونا. المشكله استاذ ابو احمد انه دائما عندما نتكلم عن تراجع اقتصادي ومخاوف اقتصاديه، هذا الشيء يربك حسابات المستثمرين باختلاف انواعهم. نعم. يعني مستثمر العقار، مستثمر السيارات، مستثمر السياحة، يعني يشمل جميع أنواع المستثمرين. صحيح. بالتأكيد القطاع العقاري هو واحد من القطاعات التي بالتأكيد تضررت من المخاوف المرتبطة من آثار فيروس كورونا. سيدي أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، كل تحياتنا لسيد مهند عرقات كبير المحللين الماليين بشركة CFI، وتحياتنا لإخواننا بهذه الشركة والعاملين فيها. أشكرك أستاذ مهند، كل التحية.